السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أحبابي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، أحمد صالح، وبلقاء جديد في صناعة المحتوى عبر برنامج الباوربوينت. واليوم رح نطلع مخرج غايب الروعة، كيف نعمل ألبوم صور متحرك بطريقة جدا رائعة وجميلة. قبل ما نبدأ أصدقائي بهذا اللقاء، تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات لأي احتياج بتحبوا نلبيكم فيه بالأيام الجاي، ولا تنسوا أيضا تعملوا شير لهذا الفيديو لحتى تساهموا معي بإيصال أكبر قدر ممكن من المستفادين. وإذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما لا تنسوا زيارة على قناة حكاية شغف، راح تشوفوا بعض أعمالي في النقطة البيضاء على الشاشة، وأيضا رابط القناة راح يكون بصندوق الوصف. ويلا مباشرة لحتى نبدأ مع بعض يا أصدقاء بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي في برنامج باوربوينت، برنامجنا الرايق والممتع وبوابة الإبداع. حقا أنا برتئيها بهذا البرنامج، لأن دلائل رياضيات المعلومات كلها تظهر ضمن هذا البرنامج. هذا البرنامج يعد من البرامج الأقل أوامر، ما في أوامر كثيرة، فقط هو يحتكم إلى مخيلتك. فكلما غيرت بالأدوات وترتيب الأشكال وما شابه ذلك، كلما تم إنتاج أفكار جديدة لا يمكن حصرها. فهذا هو مبدأ رياضيات المعلومات يا أصدقاء. بعد ما شغلنا برنامج الباوربوينت وأخذنا شريحة فارغة، رح نقر باليمين، ومن تخطيط رح نختار فارغ، يعني أنا ماني محتاج يكون في عندي أي شيء بالشريحة. أول خطوة رح توجه إلى أدراج، ومنختار شكل مستطيل، بنكر مع السحب لحتى أرسم مستطيل، يعني خلي يكون أكبر شوي من فراغ الشريحة، لأنه أنا محتاج أعمل له إطار بلون معين، وليكن خلي عنا مثلا هذا اللون، اللون الأحمر، وأنكر على مفتاح الموافق، ولا بأس إذا أعطيناه بعض السماكة الإضافية بهذا الشكل. رح أتوجه إلى أدراج مرة تانية، ومن أشكال نختار مستطيل ذو الزوايا المستديرة، بنكر مع السحب لحتى أرسم مستطيل معي بهذا الشكل، بقلل انحناء الزوايا شوي، ونفس المبدأ بنختار نفس الإطار لألو. وحاليا إذا حبينا نميزه بلون آخر للتعبئة ما عندك فيه أي مشكلة، هو فقط للتمييز. لاحظ المستطيل الأخير اللي رسمناه الصغير، بجي إلى محاذاة من قائمة التنسيق، وبنختار محاذاة إلى الوسط، ومن ثم محاذاة إلى المنتصف لحتى نضبط الشكل في منتصف الشريحة بالضبط. الآن رح نحدد على الشكل المستطيل الكبير، أضغط مفتاح الكنترول ومنحدد على المستطيل الداخلي أو الصغير. من قائمة التنسيق ومن دمج الأشكال بنختار ضم أو نختار طرح، التنتين بيمشي حالهم معانا اليوم، يعني تم تفريغ المستطيل الكبير مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أصدقائي. خلونا ننشئ شريحة جديدة لحتى نشتغل عليها الصوريات وما تعذبنا بالشريحة الرئيسية. نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن صور نختار صور من هذا الجهاز، ومنحدد كل الصوريات اللي رح ننشئ الألبوم على أساسهم، وأنقر على مفتاح الإدراج. رح نشوف إن الصوريات بمساحات مختلفة، فلهيك قلت لكم يا ريت إنه نحن ننظم هاي الصوريات، تمام، يعني بصفحة لحال أو عفوا بشريحة لحال قبل ما نبدأ بالعمل. بس أنا أضبط المساحات تماما، يعني بدها تصغير أصغرها، والمحتاجة تكبير نكبرها وما شابه ذلك، تمام. طيب بهذا الشكل الآن رح أحدد على أول صورة، وبنختار منقص نسبة العرض إلى ارتفاع 16:9، تمام، وأنقر على اختصاص مرة تانية. نفس المبدأ الصورة الثانية، بنختار نسبة العرض إلى ارتفاع 16:9، وبنعمل قص مرة تانية. هيدي الصورة طبعا رح تكون حجمها كبير شوي، فلاحظ رح أطبق الصورتين فوق بعضهم البعض، تمام، وبنقر مع السحب بين الزاوية، ومنصغرهم بيصيروا معاي على نفس الأبعاد تماما مثل ما أنا شايفين يا أصدقائي. فالأمر في التعامل مع الصور جدا بسيط ومنه صعب إطلاقا. لاحظ الآن الصور بنفس الأبعاد تماما، ربما يكون الصورة اللي بالخلفية أكبر شوي، تمام، يمكن العمل عليها بشكل جدا بسيط. وحتى إذا كان ضل عندي بعض الفروقات البسيطة بأبعاد الصوريات، ما عنا أي مشكلة فيها أطلاقا، لأني ما رح تكون هي الأساس بالشريحة، يعني ما رح تكون ظاهرة 100% بالشريحة. بعد ما أخذنا اختصاص كافة الصوريات بنسبة عرض وارتفاع نفس الشيء، بحدد كل الصوريات مع بعض البعض، وبنختار محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف لحتى نركب كل الصور فوق بعض البعض، وبختار كنترول زائد X، وبنرجع على شريحتنا الرئيسية وكنترول زائد V. طيب رح نخلي صورنا في المنتصف، اضغط الآن كنترول مع الشيفت،
بجي على مقبض الزاوية وبنكر مع السحب لحتى نحن نصغر شوي من الصوريات بحيث يكونوا هن تقريبا يعني على قدر المستطيل اللي تم تفريغه بهذا الشكل بالضبط. هيدي الشريحة ما ضلت محتاجة، بقوم بحسبها، ما ضل عندي أي مشكلة فيها. الآن بنكر على هيدي الصورة وبسحبها لهون على اليمين بالضبط، وبختار الصورة يلي بعدها مباشرة، ويلي بعدها بهذا الشكل، ويلي بعدها بهذا الشكل يا أصدقائي، تمام، بحيث يكون الصور على سر بعض تماما. خليني أحدد الأربعة هدول وبسحبهم لقدام شوي بهذا الشكل تماما. الآن صار الصور كلهم على رصف بعض تماما. الآن بضغط على أول صورة، أضغط مفتاح الكنترول وبحدد كل الصوريات، ومن ثم أنقر باليمين، ومن تجميع بنختار تجميع، صاروا عندي جروب كامل. الآن بتوجه إلى قائمة التنسيق وبنختار نقل إلى الخلفية لحتى يكون الصور عنا وين بالخلف، ومثل ما شفنا الآن بدأت يعني ملامح العمل تظهر معنا يا أصدقائي. أنا محتاج أرسم أزرار للتنقل بأسفل الصوريات. الآن بتوجه إلى أدراج من أشكال، خلني أرسم شكل بيضاوي، أضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب لحتى نحن نرسم دائرة بهيدي المساحة بالضبط يا أصدقاء. بختار الآلة تعبئة باللون الأحمر وإطار بدون إطار، بختار منها كنترول زائد دي نسخة تانية، أطبق التنتين فوق بعض البعض، بضغط شيفت وبحرك لي اليمين إلى الجهة المقابلة بالضبط. الآن بتوجه إلى قائمة إدراج وبنختار أيقونات، رح ندور على أيقونة بتعبر لي عن السهم، في عندي شيء اسمه هون واجهة، فئة الواجهة، رح نختار هذا السهم، بحدد وبنقر مفتاح الإدراج، رح نلون الأيقونة باللون الأبيض يا أصدقائي، نضغط على كنترول شيفت وبنقر على الزاوية ومنصغر شوي، تمام، خلينا نحطه مثلا بهذا المكان، لو كبرنا شوي بالمنتصف بهذا المكان بالضبط، كنترول دي، تمام، ومن استدارة بنعمل انعكاس أفقي لحتى يكون معاي بالعكس تماما، ومنسحبه على الجهة الثانية. الآن بتوجه إلى أدراج ومن أشكال اختار شكل بيضاوي، بضغط على مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب لحتى أنا أرسم دائرة صغيرة عندي إياها بهذه المساحة. تذكروا معي أصدقائي كم صورة في عنا؟ رح يكون في عندي 1 2 3 4 5 صوريات، فأنا هون محتاج أني أرسم 5 علامات للصوريات. رح أختار الآلة بدون تعبئة والإطار يكون عندي باللون الأبيض، ومنختار سماك الألو لحتى يضح معانا تمام، ولا يكون بهذا الشكل، أختار كنترول زائد دي مرة تانية وكنترول زائد دي، صاروا 3 4 5. رح أضغط على الشيفت وبقوم بتحديد هيدي الأشكال أو هيدي الدوائر الصغيرة كلياتها، رح نحددها ومنحركها إلى المنتصف تماما بحيث يكون هي بين الشكلين أو بين الدائرتين اللي لوناهم باللون الأحمر. فقط لما بنكون احنا موجودين بأول صورة رح يكون في تمييز اللي مكاننا بهيدي الصورة، فهيدي فقط رح نغير إلى اللون الأحمر تمام بهذا الشكل بالضبط يا أصدقائي. الآن بحدد على المثلث الأول ومتوجه إلى قائمة إدراج ومنختار إجراء. الإجراء رح يكون إلى الشريحة السابقة، يعني هون لما أنقر يأخذني إلى الشريحة السابقة، ننقر على موافق. المثلث الثاني بتوجه كمان إلى إجراء ومنختار ارتباط إلى الشريحة التالية، يعني هون عندي التالي وهون عندي شو السابق. هيك أصبح الأعداد جاهز لحتى نعطي الطابع البصري الآن لكافة الصوريات في مشروعنا. أصدقائي رح أجي إلى المستطيل الكبير اللي كان ملون باللون الأزرق، لاحظ عليه تمام، خلني نكبر شوي بحيث يكون هو الواضح لألنا تمام بهذا الشكل، أنقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الشكل. لاحظ الصورة شو هي الصورة المأخوذة معنا، صورة الفراشات ملونة باللون الأزرق، ما هيك؟ طيب بروح إلى تعبئة بصورة أو بشكل نسيجي، وبتختار تعبئة صورة ملف، بنحدد الملف وبننقر على إدراج مرة تانية لحتى نحن نعبئ هذا الشكل الكبير بالصورة نفسها. لكن بتوجه إلى تأثيرات ومتوجه إلى التأثيرات الفنية، وبناخد تأثير بلور أو التمويه أو الضبابية، وبتعطي نسبة يعني ولا يكون 15% ضبابية أو 16-20 حسب النسبة اللي انت بتحتاجها، مشان يبرز معاك الجزء الأمامي أو الجزء الصغير من الصورة هو الواضح، وما تبقى رح يكون عندي إياه بلوري تمام إن صح التعبير أو فيه تمويه، فخلنا ناخدها بنسبة 20%. شايفين التمويه كيف صار معنا بهذا الشكل. طيب الآن الشريحة الأولى أصبحت جاهزة 100%. الآن رح ننقل في مفتاح الماوس الأيمن ونختار تكرار للشريحة. شو بنختار؟ تكرار للشريحة. رح أنقر على مستطيل الصور
مع السحب وبحرك إلى الصورة الثانية يا أصدقائي، ومتوجه إلى مستطيل الكبير وبتوجه إلى التعبئة وبنختار إدراج صورة. لاحظ الآن هي صورة الصخرات مع جدول المي، تمام؟ فرح ناخد نفس الصورة الآن بالخلفية. خلنا نكبر شوي، هيدا هي الصورة، وأنقر على مفتاح الإدراج، تمام. بنفس الطريقة بتوجه إلى تأثيرات وتأثيرات فنية التمويه، ومنكبر نسبة التمويه إلى 20. الآن هذه الدائرة راح تكون عندي اياها ملونة باللون الأبيض، تمام؟ طيب، فبختار نسخ التنسيق، تمام، للون الأبيض وبنقر عليها. والثانية هي راح تكون عندي اياها ملون إطارة باللون الأحمر، هذا هو اللون الأحمر، تمام يا أصدقائي، بهذا الشكل. الآن برجع بنقر باليمين وبنختار تكرار للشريحة. بنفس الطريقة بنقر مع السحب لحتى أحرك إطار الصور إلى الصورة التالية، وليكن مثلا بهذا الشكل. نفس المبدأ، بجي على الإطار الكبير أو عفوا المستطيل الكبير، ومن تعبئة بنغير الصورة. الآن الصورة هي بتحكي عن الغيوم والجبال، وعندي هذا المنزل، تمام. بتوجه إلى أدراج من ملف وبنطلع الصورة وينية، هذه هي الصورة، أنقر على أدراج. نفس الطريقة من التأثيرات، تأثيرات الفنية، بنختار التمويه أو الضبابية وبنختار بنسبة 20%. نفس الشيء عندي هذا بيكون عندي اياه باللون الابيض، خلينا نغيره على اللون الابيض، تمام. وعندي الدائره يلي بعدها بتكون هي ملونه باللون الاحمر. كمان برجع بنقر باليمين وبنختار تكرار للشريحه، وبنقر مع السحب مستطيل الصوريات لاسحب الى الصوره التاليه، وبناخذ المستطيل الكبير والتعبئه بنغير الصوره من قائمه ادراج من ملف. رح نغير الصوره، بس خلينا نذكر شو هي الصوره. هذه هي الصوره، تمام. طيب، نختار ادراج، تمام، عندي هذه هي الصورة، إدراج صارت عندي هي نفسها بالخلفية. بنتوجه إلى التأثيرات، تأثيرات الفنية، بناخذ التمويه ومزيد النسبة إلى 20، تمام. عندي الآن هذا الشكل بيكون عندي هي ملون باللون الأبيض، وهون بمعنى صار موقعنا عند الصورة رقم 4 ملونة باللون الأحمر. صفى عندي آخر شريحة، أنقر باليمين وأعطي تكرار للشريحة، وبرجع بنقر وبسحب الصورة إلى الصورة التالية أو الصورة هي الأخيرة، بتكون معي بهذا الشكل. نفس الشيء المستطيل يلي بالخلفية، رح ناخد تعبئة إدراج صورة من ملف، وبناخد نفس الصورة وننقر مفتاح الإدراج. نتوجه إلى التأثيرات، نختار التمويه، والنسبة بتكون عندي هون 20. نفس الشيء بصفي عندي هذا اللون، بيكون لونه أبيض، أو هيدي الدائرة بتكون لونها أبيض، والدائرة الأخيرة أو العلامة الأخيرة بتكون هي صاحبة اللون الأحمر. الآن رح أتوجه إلى أول شريحة، وبتوجه إلى انتقالات، وبنختار تحويل تدريجي، ومننقص إلى 25 المدة، ومنشيل التفعيل عند النقر بالماوس، لأن الأمر رح يكون محكوم بالأزرار فقط لا غير، وبنختار تطبيق على الكل. الآن نحن لو شغلنا العرض التقديمي الخاص فينا وشرحنا كيف رح تكون الجمالية. طبعا السابق ما في عندي شيء السابق لسه، عندي التالي، تمام، والسابق. طريقة رائعة جدا وجميلة للغاية بكيفية عرض الصوريات بطريقة جدا احترافية من خلال الأزرار والعلامات اللي احنا شايفينهم. بيحكي لي عن التقدم بالعرض التقديمي أو بعرض الصور بأي مرحلة من المراحل انت موجود. طبعا بإمكانك تضيف لوجو، بإمكانك تضيف صوريات، بإمكانك تضيف نصوص، بإمكانك تضيف أي شيء بتحب أنك تشرح عنه وتقدمه ضمن هذا العرض. أحباب القلب، الملف راح يكون موجود معاكم بصندوق الوصف لحتى تستفادوا منه، وبناء على طلبكم راح يتم رفع كافة الملفات لكل أعمال إن شاء الله. وتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم، وتعملوا شير لهذا الفيديو لتساووا معي بإيصاله لأكبر قدر ممكن من المستفادين. وأيضا أتمنى زيارتكم على قناة حكاية شغف، وتجزوا عني كل خير إن شاء الله. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.